التعامل مع طفل كفيف يختلف عن التعامل مع أي طفل آخر، فهو يحتاج إلى أسلوب خاص للتدريب على استخدام حواسه الأخرى وتعليمه السلوكيات الصحيحة. الطفل الكفيف أكيد التشخيص المبكر مهم عشان يعني يساعد في تنمية المهارات وتطوير الحواس اللي بتكون تعويض عن حاسة البصر. يعني أحياناً في مكفوفين مثلاً عندهم سلوكيات تكون لزمات، يعني فهاللزمات تتصلح والطفل الصغير أحسن ما تتم لغاية ما يكبر ويصعب تصليحها. يعني